بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة توجيهية لطلاب العلم في البرنامج الدعوي للعلوم الشرعية، ألقاها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بجامع مكتبة العلوم الشرعية بمدينة صامطة، يوم الخميس 29 من شهر ربيع الأول عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، فنحمد الله جميعا على توفيقه وتيسيره لنا ولجميع المسلمين ما يصلح شؤون ديننا ودنيانا، في هذا البرنامج الذي هو دراسة مسائية في الأسبوع ليلة واحدة، وهو الحقيقة قليل، جهد قليل، والذي ينبغي أن يكون أكثر من ذلك. فالعلم غالي، وطالبه قد عرف قدره وبذل جهده ليكون عالما معلما صابرا، لأنه وارث من ورثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قد كان أسلافنا الأوائل يطلبون العلم ويقدمونه على جميع مصالحهم الدنيوية، لأن الفقه في الدين أغلى ما يطلب في هذه الحياة، وخير ما يلقى العبد به ربه تبارك وتعالى. وكم من آية كريمة في القرآن تدل على ذلك، وكم من حديث نبوي صحيح يدل على ذلك. روى الإمام أحمد رحمه الله عن قيس بن كثير أن رجلا ارتحل من المدينة إلى دمشق، لأنه سمع أخا له يحفظ حديثا واحدا هو لا يحفظه، فحرص أن يسافر هذه الرحلة على مركب بسيط. فلما وصل إلى دمشق إلى أبي الدرداء الذي يحفظ الحديث، قال له أبو الدرداء: ما أقدمك يا أخي؟ أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. حمل هذا الحديث ورجع إلى بلده
مغتبطا ومسرورا ولم يبالي بتلك المتاعب والمصاعب. نحن اليوم في أمس الحاجة إلى أن نتفقه في الجميع جميعا في دين الله عز وجل الذي فرضه الله عز وجل علينا جميع الأسرة. وقد أتيحت لنا الفرص ولله الحمد في مؤسسات التعليم النظامية والتطوعية، وكم فيها من بركة. فينبغي أن نضاعف الجهد ونواصل بدون ملل وبدون فتور، لأن في الملل والكسل الحرمان، وفي الإقدام على الأعمال الصالحة وأساسها العلم فيه الخير الكثير في الدنيا والبرزخ والآخرة. فنحن إن بذلنا شيء من الجهد والتنقلات ما هي إلا شيء يسير في جانب حفظ مسائل العلم التي لا بد منها لكل مكلف من الرجال والنساء، والحاجة داعية، إذ لا يقبل الله عملا إلا بعلم، ولا يمكن أن يأتي علم إلا بتعلم، والتعلم لازم أن يكون على سبيل الجد والمثابرة وليس له نهاية، ليس له نهاية حتى يرتحل الإنسان من حياة العمل إلى حياة الجزاء على العمل. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ألف المسند فيه أكثر من 30,000 حديث. فسمع أن رجلا من أهل الحديث نزل في البلد التي هو فيها، وهم أن يرتحل، فبادر الإمام أحمد ليأخذ ما عنده من حديث، ربما يكون عنده شيء ليس عند الإمام أحمد. بادر يمشي، أثقلته النعلين، حمله ما في يده من أجل أن يدرك صاحبه. فقال له الناس: إلى متى يا إمام حمل المحابر؟ قال لهم: حمل المحابر إلى المقابر، يعني نطلب العلم إلى المقبرة، ليس له حد ننتهي إليه، وليس له أمد يشبع طالب العلم من العلم ثم يقصر فيه. نحن في أمس الحاجة إلى أن نحقق ما كان فرض عين، وفرض العين لا يسقط عن ذكر ولا أنثى، بل لا بد منه. فرض العين العلم الذي يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وحقوقه وأوامره ونواهيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأداء الشعائر التعبدية على الوجه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها عليه، وكما علم أصحابه بل أمته، لأن تعليمه بين أيدينا في الكتب وعلى ألسنة مشائخ العلم ولله الحمد وهم كثر. فينبغي أننا نحافظ على أكثر من هذا البرنامج الذي هو ليلة واحدة بل بعض ليلة في الأسبوع عندنا، بالإضافة إلى هذه الليلة ليلة الاثنين وليلة الأربعاء
وليلة الجمعة يجتمع فيها الجمع الكثير، وتدرس فيها السنن، ويدرس فيها الفقه الإسلامي، وفيها منهج الدعوة إلى الله عز وجل. وكل مسلم ينبغي أن يكون داعية إلى الله بما معه من العلم، ويعزم، يعد نفسه ويعزم عزما مصمما أنه يتعلم ويعمل بعلمه وينشره بحسب استطاعته وقدرته، فلا يقصر ويصبر حال التعلم وحال العمل وحال النشر، يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. فخير عباد الله الذين ينصحون لأنفسهم ولغيرهم من إخوانهم من المسلمين والمسلمات الذين هم في حاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، حتى يعم الخير ويكثر. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنهنئكم الحقيقة بهذه المدة الزمنية التي قطعتموها وأنتم مثابرون على الحضور في هذه الليلة لتتلقوا أحسن الفنون من حديث وفقه وسيرة وغير ذلك مما لا يستغني عنه المسلم والمسلمة. والمطلوب الزيادة على هذه الليلة، عندنا ليلة الجمعة من بعد العصر إلى المغرب 3 دروس، ويوم الأربعاء مساء بعد العشاء 3 دروس. ففكروا في الموضوع واعتبروه غنيمة من الغنائم، وضموه إلى هذه الليلة، واعزموا على الدوام بدون انتهاء. فخير الحياة أن تحيا وأنت متعلما متعلم وأنت معلم. فعلينا جميعا أن نجتهد ونجد في ذلك. ووصيتي للقائمين على المكتب جعل الله فيه البركة والخير الكثير أنهم لا يملوا من هذا البرنامج، بل يضاعفون الجهد. وكذلك وصيتي للمشاركين في البرنامج والمحبين له والمواظبين على دروسه أن لا يملوا، بل يجددوا النشاط، وإن حصل ملل فهو من الشيطان، سواء من الرجال أو من النساء. فوجود هذا المكان واحتساب طلبة العلم الأخيار في تعليم إخوانهم ما هو إلا نعمة عظيمة يجب أن يحافظ عليها. والشكر لله تبارك وتعالى دائما وأبدا، ثم الشكر لمن يقدم الخير، وأعظم الخير نشر العلم في الناس لمسيس الحاجة إلى ذلك. ولا يستغني عنه لا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة على المثابرة بدون انتهاء حتى يأتينا من ربنا اليقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.